طبعا يعني عدد كبير مننا حابب يقول يتكلم عن خالد صالح كأصدقاء أو كزملاء في الشغل. أحب جدا وسعيد أن صبري فواز أحد الأصدقاء المشتركين والنجم ممثل مميز يقول كلمته لخالد صالح. صبري فواز. مساء الخير وكل سنة طيبين بمناسبة ولد النبي. وإحنا بنفتكر النهاردة الصديق الأعز الأطيب الأجمل خالد صالح. و ما بس حاجتين عايز اتكلم فيهم في موضوع خالد صالح. الحاجة الاولانية انه في مشهد كده زي مشاهد السينما، كان بصور فيلم قصير في المقطم وخالد كان ساكن في المقطم، فكلمته قلت له انا بصور جنبك تعدي تشرب معايا شاي، قال لي انا نازل عندي تصوير هعدي اقعد معاك شوية. جاني وخدنا كوبايتين شاي وقعدنا على كورنيش المقطم بصينا على القاهرة، وقعد يحكي لي اللي بيعمله ساعتها. كان بيصور ساعتها فيلم تيتو، كان لسه تيتو ما نزلش وهو في حاله التصوير ساعتها. بعدين هو بصص لقدام، مش بصص لي، بص قدام كده، حنتين باصين قدامنا كده، قال لي اما انا بحضر حته جوني على قصده على دور اللي كان في تيتو. وقعدنا ودردشنا ومشيت الدنيا وتمام. وبعدين في يوم من الايام انا بصور في دكان شحاته، وحصل كده ان خالد يوسف لم مجموعه من الموزعين والمنتجين فرجهم على الشغل اللي اتعمل في الاولاني، فقعدوا له كلام حلو وبتاع، فالموضوع بدا ينتشر في كواليس الشغلانه. يعني لقيت خالد صالح بيكلمني وقال لي مش انا قلت لك على الجون اللي عملته وسن، انت ليه ما تقوليش على الجون اللي انت بتعمله؟ الله يرحمه. خالد كان بيني وبينه حاجة أنا ما بعرفش أعملها مع زميل تاني للأسف، كنتش بعملها غير مع خالد صالح بس، إن يجي يقول لي مش أنت عامل فيها جامد، تعالى لي في المشهد اللي جاي ده، وأنا أبعت له المساعد بتاعه أقول له أنت خايف تنزل؟ تعالى ما تخافش، تعالى أبقى برفع عليك في المشهد اللي جاي. دي طريقة كانت طول الوقت بيني وبين خالد، استحالة تطلع غير من حد واثق في نفسه ومقدر اللي قدامه زي خالد صالح، ربنا يرحمه. طبعا الجزء الكبير اللي عند خالد في المسرح، كنت بقول للاستاذ محي انه للاسف السينما موجوده وخالده والفيديو موجود، انما خالد عمل عروض مسرحيه شديده الروعه، شديدة الروعة، سواء على مسرح الحقوق أو على الهناجر أو على الطليعة أو على غيره من المسارح، ولكن للأسف الجزء ده مش موثق. حاولنا في الفيلم نوثق بعض الأشياء، ولكن رحلة خالد الكبيرة في خشبة المسرح مش موثقة. بس دي معانا نرمين زعزع، هي اشتغلت معانا في فرقة الحركة فترة طويلة قوي ومع خالد صالح، وهتقدر تكلمنا عن الجزء دوت المسرح عند خالد صالح. اتفضل نرمين زعزع. وجودنا النهاردة هنا بيخلي جوايا مشاعر مختلطة، مشاعر إن أنا دايماً لما كنت ببقى هنا أو في أغلب الأوقات كان بيبقى مع خالد صالح في فرقة الحركة، حتى لو عرض هو مش مشارك فيه كان بيبقى دايماً حريص إنه يحضر البروفات معانا والعروض اللي مشارك فيها. طبعاً العلاقة اللي كانت بتربطني بخالد صالح ما كانتش مجرد إنه فنان أنا بشتغل معاه على خشبة المسرح، لكن الموضوع بيتعدى، ده كان الموضوع بيوصل انه
اوقات كتيره جدا كان يبقى عندي مشكله شخصيه تخصني في حياتي، فكان الجا له فيها، اخد منه نصيحه، طب لا اعملي كذا، طب لا اصبري، طب كذا. فخالد كفنان، وقبل ما نبقى مع بعض في فرقه الحركه انا عملت معاه عرض نير برضو هنا على خشبه الهناجر، وزي ما سيد قال المسرح ده كان بالنسبه لخالد يعني عشق، زي ما لينا كلنا كجروب كنا مع بعض في الفرقه، وكنا يعني ايد واحده حتى لو حد مش مشارك في عرض. فخالد الله يرحمه بني ادم على المستوى الفني والشخصي، يعني انا مش يعني من النوادر ان حد يلاقي بني ادم فنيا الناس مجمعه عليه وشخصيا الناس مجمعه عليه، انه كان من اطيب وانقى واجمل الشخصيات اللي الواحد يقدر يتعامل معاها. فالخشبه دي لو هي بتتكلم كانت هتقول كلام كتير جدا على خالد وتفانيه وحرصه الكبير على ان ما يتاخرش عمره على يوم بروفا ولا على عرض ولا يبخل على اي حد من زملائه بنصيحه او باداء معين في دور او كده. ف على قد ما انا مبسوطه بالتكريم ده، على قد ما انا مفتقده وجودي هنا النهارده وخالد مش معانا، بس يعني عزائنا الوحيد كلنا ان شاء الله هو اكيد في مكان اجمل من العالم اللي احنا عايشين فيه ده، وفي الجنه ونعيمها يا رب. ويا خالد اكيد محدش فينا ولا من جمهورك ولا من زملائك ولا اي حد اتعامل معاك هينساك، ربنا يرحمه ويجعله في الجنه يا رب. وبس هتتلعب على الشاشة ما تقلقوش، بس جامع باين عليه نسي شاشة يا جامع. هتقطع يا كادر بتاعي. انت بتاخد ايه فين كادر؟ اوكي انا واقف شايف. طارق سعيد مخرج مسرحي مهم في جيلنا، واشتغل مع خالد صالح وعمل شيء مميز جدا هو رشمون. هو طارق موجود في الصالة بتاعي، اتفضل يا استاذ. ده من العروض المميزة جدا، بعيدا طبعا عن عروض فرقة الحركة بتاعتي انا وخالد الصاوي اللي احنا منحازين لها جدا، انما ده كان عرض مهم جدا جدا في رحلة خالد صالح. مساء الخير. الحقيقة انا اكتر حاجة مبسوط فيها ان احنا متجمعين كلنا علشان حد مهم هو يستاهل. الحقيقة خالد كان قبل اي شغل، قبل ما نعمل رشمون او اي حاجة تانية، كان صديقي جدا، وكان واحد من الناس اللي الواحد بيرتاح معاهم. يعني ده حاجة مش موجودة كتير، حتى لو في ناس شاطرين في شغلانتنا
بس فكره انك تلاقي حد تعرف تتكلم معاه دي فكره كان خالد الحقيقه بيتميز بيها جدا جدا. وانا فاكر انه لما جينا نعمل مسرحيه رشمون هي مسرحيه مفروض عن نص ياباني، وبالتالي هي مسرحيه شويه مختلفه عن كل المسرح التقليدي اللي احنا بنعمله يعني. فاول ما قلت لخالد انت هتعمل دور صانع الشعر المستعار، فهو يعني في اول بروفا لقيته بيتكلم من طبعا العريضه بتاعته، فقلت له لا مش هينفع خالص، الراجل ده معاشر الغربان، فكل الاصوات اللي يسمعها هي كا 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 كا، فانت هتستعمل الطبقه دي ان انت هتستعمل طبقه حاده. فقال لي ايه ده انت هتجربني من اسلحتي ولا ايه؟ فقلت له خلينا نجرب. فلما بدانا نشتغل الحقيقه انا نفسي يعني اندهشت من ان هو انطلق وبقى المسرحيه باللغه العربيه الفصحى، فكان وهو شغال فكان بيحصل احيانا اخطاء في اللغه العربيه، فكنت دايما اصلح له الاعراب يعني المرفوع، ولا يقول لي يا اخي سيبنا نغلط انا عايز انطلق. فخالد يعني عمري ما كنت بنسى انه الشغل معانا ممتع، يعني انه الواحد وهو شغال بيعمل بروفات هو مستمتع، واحنا كنا بنعمل العروض. وانا مش ممكن انسى انه هو انا جيت حضرت له عرض طقوس الاشارات والتحولات هنا على الهناجر.